لما ما بتاكلي المساء بتفيقي مو رايقة الصبح، مالنا مضطرين. وبعرفك بتحبيه. خبز بدبس البندورة لسه متذكر؟ ولو بزعل منك، أنا شغلتي اتذكر. شو طيبين؟ ليكون ما عجبوك؟ كتير طيبين، حبيتهم. صحة. وأنا أنت عم تكون الدواء لوجعي وجروحي القديمة، على قد ما وجود أرهان عم يزعجني ويوترني، على قد ما وجودك جنبي عم يحسسني بالأمان. خلص أنا قررت، صار الوقت لحتى تعرف الحقيقة. كمال بدي حاكيك بشغلة. قولي. شو بدي اياك تسمعني للآخر، اتفقنا؟ أرهان هذا الدكتور اللي توظف بالشركة. ألو سيد كمال، آسف إذا عم بزعجك بهذا الوقت. تفضل، ما في مشكلة، بس حبيت أشكرك على الغرفة اللي جهزت لي إياها بالشركة. ما في داعي تشكرني بنوب، هذا شغل بالنهاية. بعتذر مرة تانية إذا زعجتك. سلامي لزوجتك وللأنسة أويا. تصبح على خير. شو هالإزعاج؟ ليش عم يدق بهالوقت؟ قولي كملي عم بسمعك. أنا بس كنت بدي أشكرك لأنك جبت لي الأكل، عذبت حالك. بدك تشكريني؟ هذا اللي بدك تقولي؟ شكراً على كل شيء. بالحكاية أنا بعرف إنه الأمير بيفيق الأميرة ببوسة، والأميرة شو؟ المفروض الأميرة ترجع الأمير للحياة ببوسة. بيقدر الأمير يساعد الأميرة بسؤال ما فهمته إذا ممكن؟ طبعاً بيقدر، بس بشرط. شو هو؟ الأمير تبع هي القصة ما بيعمل شي بلا مقابل. طيب يساعدها بالأول. طبع الأمير
بيحب ياخد قبل ما يساعد، ولعلمك إنه هذا الأمير طماع. واحدة بس. مو بس طماع، غشاش كمان. هدول بيطلع لي عليهم سؤالين. طيب سألي يا أميرتي أي سؤال ما عرفتي؟ لا تحل لي إياه، بس شوفني إذا عم حل صح. إيه تمام هيك صح. ألو فاضية شوي؟ أي ممتاز. ليكي بتكوني بالشركة بعد ساعة؟ ليش شوفي؟ دقت لي أنست ماسال وقال بدها تجي وكنت حابك تكوني. إذا رحت على الشركة رح شوف أرهان أكيد. ألو نارين؟ أنا معك. ما فيك تشوفها لحالك؟ هي قالت إذا فينا نكون نحن الاثنين. إذا فيكي تجي يا ريت. جاني خط تاني. برجع بحكي معك. خير شبه؟ بشو صافني؟ كمال بده يعني يروح لعنده. أنستا لماسال بدها تشوفنا. أوه ليكون صاير شي مشكلة بالمدرسة. يا الله خير. إن شاء الله ما يكون صاير شي قصة بسيطة. بس تعرفي شو السيرة طمنينا. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. انت طالع دغري؟ ايه بس انا عندي اسئلة لسه ما سألتك اياها. طيب اسألي. بدك تشرحي بجوابك عن تأثير الضوء على التصميم المعماري. التصميم ليكون ناجح لازم تدرسي إضاءته كتير منيح. الشمس والإضاءة اللي بتحطيها للتصميم وتوزيعها
ايه فهمت. خلص تمام. بس يمرق الامتحان، بوعدك وقت وقتي كله لإلك. اتفقنا. من وين طلعت لي هالقصة اليوم؟ كنت رحت على المدرسة وشفت الأنسة هنيك. إن شاء الله يمرق هالنهار على خير وما شوفه. لازم اهدى، ما بدي يبين علي. يمكن ما يكون بالشركة أصلا. استني لو سمحت. الصدفة دائماً عم تجمعنا، حليها بقى، خلينا نقعد ونحكي. ليش لا أقعد أحكي معك؟ نحن ما في شي بيجمعنا بنوب، صرت قايلتها ألف مرة، شو اللي ما عم تستوعبه؟ عندي كتير حكي بدي أقلك يا، لازم تعرفي إني متمسك فيكي وإني مستحيل أتخلى عنك. أنا سمعت اللي عندك وبرجع بقلك إنه رأيي ما بغيره. عم تتعذب على الفاضي، لهيك حاجة تضيع وقتك. نارين وقفي، حاج تهربي مني، تأكدي إني مستحيل أأذيكي بشي. هلأ هيك ما عم تأذيني؟ شو اللي عم تبعت لي إياه على البيت لكان؟ عم بثبتلك إني بحبك. هذا الورد والكعك يلي بتحبيه بس لذكرك فيني. هذا ما عاد يهمني، نارين القديمة ماتت خلص، انساها، ما عادت موجودة. نارين ما عاد حبت القرنفل ولا الكعك، والأهم إنه نارين الجديدة ما بتحبك. هداك الحب دفنته، قتلته، عم تفهم؟ قتلته. طيب فهمت، تغيرتي، بتعرف على نارين الجديدة، أعطيني فرصة بترجاكي. رح أبعت إيميل وبعدين بشوفها. هي علينا. هاي الوراق بتخص بابا. كلثوم، ها
هذا الكرت ليش هو؟ بابا عم بيحقق بالموضوع؟ يا ربي أكيد سمع شي من حديثنا، مستحيل يصدقني شو ما قلت. يا ريتني لحقت خبره من قبل. سيد كمال أنا في شي؟ أنا بدي أقلك، عملت دراسة ميزانية للمواد اللي بدنا إياها، كنت جاي أفرجيك إياها. أنا بشوفها بعدين، هلأ أنا وزوجتي لازم نروح. وين الأنسة؟ بغرفة الاجتماعات؟ يلا عشان ما نتأخر. بدنا نشوف الأنسة بالمدرسة؟ ما رح نشوفها. بس أنت قلت لي أنت متوترة، اخترعت حجة لطالعك. لو ما قلت هيك ما كنتي قبلتي، هي كانت مجرد حجة. ليكي إذا بدك رأيي خبري كمال بكل شيء، أنا متأكدة إنه راح يتفهم الموضوع. كتير بشع إذا عرف بعدين. كمال ليلي، في شيء ضروري لازم أقلك ياه. عم أسمعك. ألو، مين معي؟ مرحبا، يعطيك العافية، أنا أمير تارهون، ابنه لحكمة تارهون. ابنه للسيد حكمة؟ أهلين سيد أمير. بصراحة لقيت كرت حضرتك بين أغراض بابا، يمكن حضرتك بتعرف هو مريض. أنا عم حاول تابع الشغلات اللي ما كملها. هداك الموضوع. أي موضوع؟ ما فهمت. السيد حكمة من كذا سنة وظفني لحتى لاقي له بلسوم. كلثوم اختها لريحان بولات. كلثوم، بس انا بعرف انه هي متوفية. بعد سنين طويلة من البحث اكتشفت انه احتمال كبير تكون لساتها عايشة، حتى اني اعطيته خبر للسيد حكمة بهالحكي. انت متأكد؟ معقول عايشة؟ ايه انا متأكد، هي لساتها عايشة. ابوك كان طالب مني اني ضل عم دور عليها، بس بصراحة لما مرض لحالي وقفت الموضوع وما عاد تابعت. طيب لو سمحت فيني شوفك ومنحكي؟ للأسف أنا تركت هذا الشغل من كم شهر، ما عاد اشتغلته. بس هذا الموضوع صدقني كتير بيهمني، بدي منك كل المعلومات، أي معلومة صغيرة بتفيدني لحتى أكمل. المشكلة إنه أنا ماني مرتب شي من الوثائق، كتير صعب أرجع لاقيهم. إذا بدك ممكن ساعدك لحتى نلاقيهم، الموضوع بيهمني كتير.
رح أخدمك فيها، رح أجمع لك كل شي بقيان عندي وجيب لك إياه. أنا بكون ممنونك، شكرا كتير. طيب ماشي، معناتها أنا بيجي لعندك على الشركة. تمام، معناتها بانتظارك، شكرا كتير عزبتك. طلع عم بيتابع الموضوع. وأنا رح كمل اللي أنت بلشت فيه بابا، وإذا طلعت أختها لريحان عايشة فمن واجبي إنه لاقي لها إياها. قديش رح تفرح إذا عرفت؟ بس ما فيني إلا وفائلة قبل ما أكون متأكد. ليش لعلقها بالأمل وبعدين ما أوصل لنتيجة؟ بس أتأكد بخبرها. إذا مستعجلة يلا عم بسمعك، وإذا لا عندي شي بدي قلك إياه. قلي. الاعتراض ممنوع، بدنا نروح مشوار ومحضر لك كتير مفاجآت، جهزي حالك. إمتى جهزت كل هالغراض؟ ما شفتك. أول شي حكي شو كنتي بدك تقولي، إذا بدك فينا نحكي بس نقعد، شو رأيك؟ اتفقنا، نحكي بعدين. انتبهت انك اجيت. امير اجيت بالوقت المناسب. بخلص هاي الصفحه وبنطلع بنقعد سوا. انا ما معي وقت للاسف، مضطر اروح على الشركه. قول انه بدك تهرب مني لاني كتير عم بسالك. ضاق خلقك ما مليت ووجعك راسك. انت بالذات وجعي لي راسي قد ما بدك، انا كلياتي على حسابك. مو بس انت تعبت، بعترف وانا كمان تعبت، ولو كمان في معي عصا سحرية كنت استخدمتها لحتى روح كل هذا التعب بلحظة واحدة. ايه موجودة، فنجان قهوة في بالمطبخ، نوع قهوة مثل العصا السحرية، كنت اشربه لما كنت بالجامعة. عن جد بيريح ولا عم تمزح؟ يعني منيح، بس في شغلات تانية بتريحني اكتر. طيب عندك وقت لنشربها سوا؟ خليها للمساء، وعد، لأنه هلأ ما ضل عندي وقت، بدي روح، عندي اجتماع كتير مهم. خلص فهمت، على راحتك، ما في مشكلة، ما رح أخرك على الاجتماع. طيب بوصلك على الباب، امشي. لا تعذبي حالك، حاليا رح أقبل بالوداع من هون مشان الامتحان. طيب ماشي مثل ما بدك. اشتاق لك لبينما ترجع. وأنا رح اشتاق لك أكثر.
يا الله شو حلو هالمكان، عن جد بجنة. قدرت توترني وتزعجني برجعتك بعد هالسنين، بس كمان لسه عم يقدر يخليني ابتسم. عجبك المكان؟ كتير عجبني، هادي وكتير حلو، حاسة كأنه هالمنظر من شي لوحة. مفاجأة؟ لا ما بصدق، نحن اجينا. مسال وينها؟ ليش ما جبتوها؟ للأسف ما قدرنا نجيبها معنا، طلع جدة أخذها على السينما ونحن راجعين مناخدها معنا على البيت. هيك نقصت المفاجأة. نقصت قطعة كتير مهمة، مشان هيك القطعة الكبيرة كانت ناوية تضل بالبيت. آخ ناجي آخ، قلتلكن إنه بلا ما إجي معكن. إيه صح، ونحن ما جبرناك. خليني ساكتة بلا ما اشتكي عليك أحسن لك. ليش صفت السيارة بآخر الدنيا؟ اتعلم من كمال، اطلع كيف فوت السيارة مشان ما يتعبه. أنا ما بعرف المكان، بعدين ما في أحلى من هالتمشاية. استمتعي بالتمشاية، هوا نظيف ومناظر بتاخد العقل، استمتعي. انتي وصلي لعمري، وطبعا خليكن معك روماتيزم، وفرجيني وقتها كيف رح تستمتعي. قولي ماني قدران يوقف. أيهو هي عم تتحداكم. خلونا نقعد مشان الله. أنا كتير مزعوجة وضميري عم يأنبني، ما بعرف كيف هيك عملت. زعلانة على زينب، انحطت بموقف كتير بشع بسببي. ما بعرف إذا زابطة، أنا أول مرة بعملها لهي القهوة، دوقيها وعطيني رأيك. كتير طيبة، يسلموا إيديكي. صحة وهنا. كأنك ما كتير حبيتيها. أنا برأيي القهوة العادية ما في أطيب منها، بس عندي دراسة وقال هي بتنشط، مشان هيك قلت خليني أشرب فنجان منها. أحياناً منضطر نعمل شغلات ما منكون حابين نساويها، وحتى إذا بعدين ندمنا بيكون فات الأوان. شكلك مو على بعضك. أنا كنت عم بقصد القهوة، حتى لو ما حبيتيها انتي مضطرة تشربيها، بس ديري بالك ما بصير تكتري. انا عم بحكي مشان صحتك. دورت كتير بصراحة، منيح اللي لقيتهم بالأخير. هاي الأوراق كتير بتهمني. فيك تخليهم عندك، وبعدين بوقت فراغك فيك تشوفهم على رواق. مهم.
مكتوب إنه ما في جثة وإنه قبره كان فاضي، بس أنا ما عم أفهم ليش بابا عم بيدور بعد كل هالسنين. يعني هو شو قال لك؟ أبوك بوحدة من زياراته للضيعة لقى شغلات كانوا مثل دليل إنه كلثوم ما ماتت. أنا كنت عم تابع الموضوع ورح أنهيه عن قريب، بس المرأة كانت كتير عنيدة مصرة على السكوت. معقول بابا ما حاول معها؟ حاول مبلا، بس هي غيرت عنوانها لتتهرب، وأبوك بعدين مرض مثل ما بتعرف. بالمناسبة كيفه هلأ؟ الله يشفيه ويعافيه. الحمد لله أحسن إن شاء الله. اسمعني، أنا بدي كمل بالموضوع لحتى أوصل لنهايته. طبعاً بتمنى تقبل تساعدني. فهمني سيد أمير، أنا قلت لك أني بطلت الشغل بهالمجال من كذا شهر. رح أدفع لك قد ما بتطلب وأكتر لو سمحت، كرمال أبي. أهلا وسهلا مدام ريحان. أهلا فيكي. أمير بمكتبه؟ إيه هو بالمكتب. بدك أعطيه خبر؟ لا لا تقلي له، بدي فاجئه. ماشي، بس أهم شيء ما بدي مرتي تعرف بالقصة مشان ما تتأمل على الفاضي. أنا كنت بعتذر. أنا آسفة، آسفة لأنه قاطعتكم، فكرتك لحالك هون. مرتي شرفنا، أنا أصلا كنت ماشي. شكرا كتير لك، ناطر خبر منك. منحكي أكيد. يلا سلام.
كتير اتضايقت، عطلتك عن شغلك؟ عادي خلصنا أصلا. شو سر هاي المفاجأة الحلوة؟ الامتحان. كمان جايبتي لي الدراسة لهون اللي صارت هلأ عدوتي. لا تقول هيك، بدي جيب علامة كاملة، وانت بتعرف انه ما ضل معي وقت كتير. بعرف اني زودتها، بس كنت جاي اطلب منك تساعدني. لا انتي ما بتطلبي، انتي بتأمري امر. النتيجة لهذا اليوم، البطل بالقفز هو نارين تارهون. برافو عليكي، احلى بطلة بالدنيا. برافو عليك. المنافسة مع فخرية ما كانت سهلة، والله طلعتي معنك قليلة. كان لازم تشوفوا مواهبي بشبابي. هي كنت بهديك الأيام نط مثل الأرنب. بس ناجي كتير مشاني قبل شوي ورجلي وجعوني. كلهم خطوتين مو لهالدرجة. نسيله هالغلطة وسامحي عليها. سامحته. خلي قلبك طيب، ما رح تنسى لك ياها. اثنين وعشرين كانون الثاني 2020، بطل اليوم. هي جائزة البطل؟ ايه لكان، انتي من اليوم بطلة العيلة كلها بالقفز. هي الكأس تبعك. بهنيك ربحتي كأس الدوري. خليك ساكت ناجي، ما بكفي اللي عملته. على فكرة كتير حلو هذا المكان، خلونا نجيب أمير وريحان. والله خبرت سونا قبل ما نجي، بس ما قبلت تجي. طيب يلا دقيلة منسلم عليها ومنجاكرها شوي، منخليها تندم لأنها ما أجت. إيه جبتها، وبدنا نجاكرها بالصور. عامرين، ألو سونا، شو عم تعملي حبيبتي؟ نحن طلعنا على المشوار اللي قلت لك عليه، لعبنا النط على الحبل، ونارين فازت بالبطولة كمان. بدي ابعت لك صور مشان جاكرك، عن جد كتير حلو المشوار، يا ريتك اجيتي معنا.